عطاني سكن هنا في اكادير، هادشي ممنوع. هذا ليس موظفا تابعا لمديريه اكادير. كاين موظفين استخلصوا السكنيات بوثائق مزوره. انسان عنده سكن، وتقدم وثيقه بانه لا يتوفر على سكن، وهذه موجبه للمتابعه القضائيه. لما تبناو الناس انتقلوا في الحركه استفدوا، مديرين واساتذه ومقتصدين ومحراس عامين دخلوا المؤسسات، ولكن ما كاينينش، مازال ما تبناو. كمثال قلنا مثلا الاشراق، ما فينا هي فين، ما كايناش في الواقع. الامام مسلم مدرسه في تيكيوين، ثم عائشه ام المؤمنين، وديك السميه ديال المؤسسه الرابعه ما اربعه المؤسسات عائشه ام المؤمنين، انهم داروا فيها تزوير. تجي كتقول لي مؤقتا، ما معنى مؤقتا؟ خليها فين كانوا اصلا كيقراو التلامذ، كيقراو لي تما في الملحقات بن شقرون، خليهم تما. دابا المدير ديال مدرسه الزلاقه، سنتين هذه مازال ما خدمات. علاه ما تخدم؟ علاه ما تخدم مؤسسه والناس في الحي المحمدي؟ اذا هذا الطريق، علاش حنا كناخروا بناء المؤسسات؟ لماذا؟ لتشجيع التعليم الخاص، باش الناس ما عنده ما يدير يمشي يقري ولده في التعليم الخاص. في بعض الاحياء الجديده ما كتبناش فيهم المؤسسات ديالهم في الاجل، او حتى الا تبنات ما كتبناش بالشكل اللي خصها تبنى به. نعطيكم مثال، ها هي سيروا مدرسه عسوب السلام، ها هي بحر بدات جديده وجدينا القاعد المطعم حولناها قسم. مدرسه سيدي يحيى في الدرارقة، الاعداديه سيدي يحيى، الثانويه الاعداديه سيدي يحيى في تاكادير، في الدرارقة تبنات جديده وهزينا منها سته ديال الاقسام، درنا فيها سته ديال الاقسام ديال الابتدائي. ما يمكنش. واد السويس اغلب حاليا وصلت عندنا اكبر مؤسسه في عدد التلامذة وفي عدد الاساتذه، في واحد الفضاء ضيق وفي شروط غير تربويه، لا تجهيز لا فضاءات لا ساحه كذا. واش وفين كانت هذه الاداره ما تبرمج؟ وحنا بنات المرابطين سنوات هذه ما خدامه. اولا كاين تاخر في الانجاز، وهذا التاخر نقدروا نقولوا حنا كتبناه في واحد البيان ديالنا راه مقصود. لماذا؟ لان هذاك السيد اللي ما كتبنيش ليه في الوقت شد الصفقه، الا ما بناها في الوقت تعطلتي عليه بعام عامين من بعد، كيطلب منك زياده 10% من الكلفه، لان غيقول لك تزادت موات البناء. وهذا الشيء اذا فلوس فين كتجيبوها؟ هذه 10% غنجيبوها من فلوس اخرين كيتوجهوا لمجالات اخرى. اكثر من هذا، حنا كنعرفوا كاين انسان دابا اللي كتعطيه المؤسسه وبدا كيبني في الوقت، وجدتي ليه الرخص وجدتي ليه كل شيء وما سلمهالكش في الوقت. هذا السيد اللي ما سلمش ليا المؤسسه في الوقت راه عنده في سي بي اس غرامه التاخير على كل قسم. اين هي غرامه التاخير؟ واش كنستخلصوها؟ علاش؟ حق، هذا حق ديال الدوله. علاه هو كيقول لك زيد لي 10% وانت ما تقول لي حط لي داك الشيء اللي كاين في السي بي اس؟ شكون فين؟ علاش كتمشي؟ علاش كيتحايل؟ اكثر من هذا نعطيكم مثال، دابا عسوب السلام، مدرسه عسوب السلام، فينا هو الوثيقه بانها سالات وتسلمت للمدير باش يكون عنده يشد الورق بيرمي دابيتي باش يدخل الضو. هذه المؤسسه تبقى بلا ضو. سير سولوها، ما فيهاش ماركور، ما فيهاش اللي عطيو لهم العتاد اللي غادي ينزلوا لهم. اذا اش كتدبر؟ اذا ما قدرتي تدبر هذه المسائل، وما بالك بالاشكالات العميقه لانك اللي كتجيك كتفرض عليك من جهه معينه. حنا عندنا هنا واحد تدبير، اشنو هو؟ تدبير الازمه وخلق الازمه و المهم الربح في الازمه. ونتكلم ملي كيجي المسؤول كيقول لك راه ما درنا وما درنا، ولا راه الدور ديالك دير، ماشي تقول لي انا ما دير، كتقول لي ما درت باش انا ما نكتب عليه. لا، هذا زعما انا قلتها بفمي ما تكتبهاش انت. لا، هذيك الحيله انا ما تنطويش علينا. ما درتيش لانك غير مؤهل دير، لانك الناس اللي خصهم يخدموا ويدبروا هذه العمليه لسناد الامور لغير اهلها، اما كموظفين في التجهيز وفي البناء. تاع عباد الله، نعطيكم مؤسسه دابا مثلا اللي مبرمج فيها التعليم الاولي تبناو القاعات 3 سنوات وما تبنات، واش هذه ماشي كارثه؟ والميزانيه سولوا المدير ديال الاكاديميه، اتصلوا به، الفلوس ديال البناء ديال التجهيز ديال الاقسام ديال التعليم الاولي كترجع. علاش ما بنيتي وانت مبرمجه في مؤسسه وفيها الفضاء وفيها فين تبني؟ علاش؟ باش نكونوا. ثانيا، هذا الشيء ديال التعليم الاولي فيه واحد الحيف، اشنو هو؟ المربيات اللي كانوا كيخلصوهم جمعيه الاباء في واحد الفتره معينه، هما اللي كيخلصوا هذه المربيات، كسبوا تجربه كذا، كيجي لينا لي مدياش
او كتنوض جمعيه اباء هي اللي كتشد الفلوس عند النيابه باش تخلص المربيات، كيجي كيفرض بنته او خوه او جاي يجيبوا مربيات ديالهم هما، وهذه اللي سنوات كسبت تجربه وكسبت خبره، هذه اش نديروا ليها؟ هنا يتدخل المدير الاقليمي في حمايه الحقوق ديال هاد الناس، وهادو راه هادو جزء من الميدان وجزء من المنظومه، ضحاو كاين فيها اللي خدمات عامه تخلصت، كاين اللي خدمات غير نصف خلصه، كاين اللي ما جدات السنين، هادو نسمحوا فيهم ونضحيو بالمعاناه ديالهم والحقوق ديالهم مقابل يجي لي واحد رئيس جمعيه الاباء يوظف اخته ولا بنته ولا واحد في او لا شي امتياز تجيب لنا هي اللي بغات. لا، خصنا هاد الناس ملي كنسمحوا لهم انهم نعطيو لهم التعليم الاولي ويتخلصوا كيشدوا الفلوس عند الدوله، ورخصكم شكون تعرفوا شكون في المؤسسات بحثوا شكون اللي فيها على الصعيد الوطني، راه مسؤولين كبار في البلاد هاد الناس. اذا هاد الشيء ملي كنعطوه خصني كنفرض عليه انا في دفتر التحملات بعض الشروط ديالي، شنو هي؟ خلي هذوك الموظفين اعطيهم الحقوق حتى بالثمن 3600 درهم، هذه راه بالتصريح ديال المدير الاكاديمي، 72000 ريال كتمشي فيها واحد 800 درهم للسينيسيس، واش كيشدوا ذاك المبلغ نيت فعلا ولا لا؟ كاين بعض الناس في جمعيه الاباء اللي في بعض المؤسسات كتخلص النيابه وكتعطيه المنحه باش يتخلصوا المربيات، وهو تيشد الفلوس عند الناس، وراه هادشي خرجوا لجان وثبتوه في عده مؤسسات. اش دار المدير الاقليمي ملي وصلته الاخبار بتقرير ديال اللجنه بان رئيس جمعيه الاباء تيستخلص الاموال بدون وجه حق عند الاباء والامهات في التعليم الاولي، هو التعليم الاولي كتخلصوا الدوله، اش دار؟ اليس مسؤولا؟ المساكن اللي كتخلصوا عليهم والمطعم اللي نقصوا لهم الفلوس ديالهم، المسك ما كيخدم واحد العدد السوايع ما كيخدمش السيريز بمعنى